طيب بطبيعة الحال قداسة البابا يقدر يفهم ده كويس ويستوعبه كويس. الشبان الصغيرين وأهالينا العاديين خالص من شعب الكنيسة، هل بيبقى في وسيلة إنه قداسة البابا يعرف الزيارة دي أثرت عليهم نفسيا إلى أي مدى؟ في وقتها في يوم العيد نفسه بيجي أباء أسقفة من المحافظات من البرشات يعيدوا عليه، فالقعدة كلها حديث عن الزيارة، يعني بيتكلموش في حاجة تانية غير حديث عن الزيارة وتأثيرها عليهم وتأثيرها على المسؤولين المحليين هناك، المسؤول المحلي المحافظ مدير الأمن مدير أمن الدولة المسؤولين المحليين. كمان عايز أقول لحضرتك يا أستاذ يوسف إن إحنا المصريين فينا الفاميلي سبيريت، روح العائلة، روح العيلة، نهر النيل اللي إحنا ساكنين حواليه ربطنا، ربط في المصريين روح العيلة، فكرة العيلة مش القبيلة، العيلة. العيلة إحنا بنعتبر النهر هو أبو المصريين والأرض اللي بناكل منها هي أم المصريين، وأنا كمصري مرتبط بالأب والأم طبعا. عشان كده مثلا المصريين لم يهاجروا خارج مصر إلا من 50-60 سنة. لبنان جنبنا بيهاجروا بقالهم 4 قرون صحيح، لأن ما عندهمش نيل، إحنا عندنا نيل، الرابط مش موجود، فالنيل مش النيل مية بنشربها صحيح، النيل رابط وهو اللي عامل الوحدة الوطنية. يعني الوحدة الوطنية بتاعتنا كمصريين من أيام الفراعنة هو سببها النيل، عشان كده بنسميها وحدة وطنية ربانية، لأن الله هو اللي صنع النيل أو أوجد النيل. النقط دي كلها لازم تبقى في وعينا كلنا كمصريين، ولازم نعلمها لأولادنا، وإحنا بنعمل كده في الكنيسة، إحنا بنصلي في كل قداس من أجل نهر النيل في كل قداس. لدرجة حصلت لنا مشكلة لطيفة قوي لما بقينا نعمل كنائس برا مصر ما عندهمش نيل، فهيصلوا من أجل النيل بتاع مصر، طبعا عندهم أنهار تانية، فغيرنا في كلمة الصلاة وقلنا أذكر يا رب مياه الأنهار، مش مياه نهر النيل. النيل ومياه الينابيع ومياه الأمطار، لأن في بلاد ما فيهاش أنهار، ليبيا جنبنا ما فيهاش مثلا نهر. مثلا فالحاجات دي كلها في الوعي المصري لها قيمتها ولها عظمتها ولها الافتخار. يعني افتخر ان انا مصري وان النيل على بعد خطوات مني وانه انشأ جوايا وحدة مع اخويا في كل العصور. على ذكر المهجر ده يخليني ان يمكن ما هياش اسئلة بقدر ما هو تفكير بصوت عالي مع قداسة البابا. احنا اصبح في عندنا جالية كبيرة من المصريين الأقباط موجودين في المهجر في استراليا وفي أمريكا وفي كندا وحاجات زي كده، وأنا أعلم جيدا أنه كان دائما في عندنا حلم الارتباط عن طريق وجود كنايسنا تبقى موجودة هناك في المهجر فتربط إخواتنا وأهالينا دول بينا هنا في الوطن الأم. بس أعتقد أنه قداسة البابا توادرس حلمه وطموحه أبعد فيما بعد، فيما أبه أبعد من رؤية مذيع زي حالاتي. لا العفو، اسمح لي أقدم لحضرتك إحصائيات صغيرة أرجوك. إحنا لنا 500 كنيسة قبطية خارج مصر، عظيم، لغاية سنة 1971 يعني من 50 سنة كان لنا 5 كنائس بس، ولنا 2 مليون قبطي خارج مصر بس مش في مكان واحد، متناثرين في أرجاء العالم. فعندنا في أمريكا، كندا، أوروبا، كل دول أوروبا، حتى الدول ما كناش نسمع عنها، يعني مثلا زي جورجيا، زي أوكرانيا، أوكرانيا دي كان فيها عدد بيدرس هناك كتير. عندنا في منطقة الخليج، في أورشليم، في أفريقيا، عندنا كنائس قبطية في أستراليا. مثلا حضرتك تستغرب عندنا كنيسة 5 كنائس قبطية في جزر فيجي، جزر فيجي دي بعد استراليا بساعتين بالطيارة، لين خدمة هناك ولنا أباء كهنة وبيروح أباء أسقفة يزوروهم. فلنا 500 كنيسة قبطية ولنا أكثر من
400 كاهن وراهب خارج مصر وراهبة، وعندنا 10 أديرة قبطية خارج مصر في أماكن كتيرة. يعني عندنا في جنوب أفريقيا دير، عندنا في أمريكا 4 أديرة، عندنا كمان أقباط في بوليفيا والبرازيل وبيرو، خدمات كبيرة. والحاجة الجميلة أن كل كنيسنا دي مرتبطة بالسفارات المصرية، ودي حاجة ممتازة جدا وبنأكد عليها باستمرار. وأنا في كل زيارة خارج مصر لازم أزور السفارة المصرية، وأحيانا تبقى زيارة يعني رسمية كده مع السيد السفير أو مع مجموع من المصريين اللي موجودين في البلد دي، نقعد قعدة محبة كده. فالربط ده ربط مهم جدا. عايز أقول لحضرتك إن إحنا تطورنا إن إحنا ابتدينا نعمل مشروعات باسم مصر بتقوم بها الكنيسة القبطية في بعض البلاد. يعني عندنا مثلا مستشفى كبير جدا في نيروبي كينيا، مستشفى الأمل، وفيها جزء كبير أو بيعالج الإيدز، مستشفى ضخم. عندنا مثلا مدرسة تكنولوجي في بوروندي، وكل ده بنعمله الكنيسة القبطية بتقوم بيه بمعرفة الخارجية المصرية في تنسيق. يعني مثلا السيد سامح شكري وزير الخارجية لما زار كينيا زار المستشفى. فالترابط ده مهم جدا وبيقدم خدمة حلوة. قول لحضرتك على يعني تطور آخر أرجوك. أبنائنا اللي هاجروا اللي حضرتك بتسميهم الجالية القبطية برا هم مصريين طبعا، اللي منهم أطباء وصيادلة وأسنان وعلاج طبيعي. أيوه. بنعمل منهم مجموعات ونقول لهم تعالوا ميديكال ميشن، تعالوا اخدموا في بعض الدول الأفريقية باسم مصر. يعني مثلا دلوقتي احنا بنبني ميديكال سنتر في توجو في لومي العاصمة. حاجة حلوة قوي. العمل الإيجابي حلو وخدمة الإنسان مفرحة. لما أخدم الإنسان المريض وعلم الإنسان ده هو وجمع ولادي المصريين بصفة عامة في مكان، دي حاجة ممتعة ومسؤولية، مسؤولية كبيرة ومسؤولية وطنية. والحقيقة ده إحنا بنحرص عليه جدا جدا في الكنيسة. هقول لحضرتك بقى على حاجة أكتر. في عندنا في المجمع المقدس اللي هو أعلى سلطة في الكنيسة بنعمل كل سنة سيمينار دراسي، ناخد موضوع ونقعد 4-5 أيام ندرسه، موضوع يخص الخدمة طبعا. فالسنة دي في نوفمبر الجاي واخدين موضوع الدور المجتمعي للكنيسة، يعني إزاي الكنيسة تخدم المجتمع. ده تخدم المجتمع مش في مصر بس، في أي حتة هي موجودة فيها. يعني الكنيسة دورها روحي، دورها الدور الديني طبيعي روحي. والدور الروحي يعني إعداد الإنسان للسماء، يبقى له نصيب في السماء. لكن الدور الثاني هو الدور المجتمعي، إزاي أخدم المجتمع. وأنا أخدم السماء وأنسى الأرض، فلازم أخدم المجتمع. لو عندي إمكانية أعلم أعمل مدرسة، لو عندي إمكانية أعالج أعمل عيادة، لو عندي إمكانية أأهل إنسان لسوق العمل أعمل مركز تأهيل.